السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب طلبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. زي ما احنا شايفين النهاردة إجابة محافظة أسوان 2020 الترم الأول، ونبدأ نقول بسم الله. أول سؤال كالعادة هو سؤال الديالوج المحادثة between أمال and سامية at school. أمال بتقول what's wrong you look nervous، مالك تبدو منزعجة متوترة. لها right I'm very nervous، لا ده أنا عصبية جدا. في سؤال اللي هو طب مالك في ايه، ما الامر اللي هو عندنا what is the matter ما الامر. ده I lost my book، ده انا فقدت ايه الكتاب بتاعي. في عندنا سؤال is this yours، هل ده كتابك، واضح ان هي ايه وجدت الكتاب، فقالت لها I found it لقيته. قالت لها yes it is، ايوه ده كتابي. thanks we are discussing، احنا هنناقش the book in the book club، هنناقش كتاب ده النهاردة في حاجة اسمها نادي ايه الكتاب. طبعا هنا بتقول لها دعوة، عشان هنا قالت لها yes I'd like to come، يبقى هناخد من كلمة would you like to come، يبقى would you like to come تحب تيجي معانا النادي النهاردة بتاع الكتاب دوت. قالت لها yes I would like to come. طبعا هنا أكيد تقول لها الميعاد امتى، قالت لها we can go at 7 in the evening، نتقابل الساعة 7 ايه مساء. السؤال التاني في الامتحان هو سؤال situations المواقف. a friend of yours has won a game، أحد أصحابك فاز من مباراة. congratulate him، عايزين نهني، اقول له عندنا congratulations ولازم حرف جر on، وبعدين اقول له winning the game. your younger brother says that Athens is bigger than London، اخوك الصغير بيقول لك ان اثن اللي هي اثينا عاصمة اليونان is bigger than London، اكبر من لندن عاصمة انجلترا. you don't think this is correct، وانت عارف ان ده مش مظبوط، فتقول له عندنا I don't think so، لا اعتقد ذلك، واقول له الصح بقى London is bigger than Athens، او اقول له Athens is smaller than London. you are asked where a tourist can buy a map، انت اتسألت السياح منين يشتروا الخرائط، كنا خدنا في اول وحدة مكان اسمه tourist information center، واقول له كده tourists can buy a map at the tourist information center. ممكن اقول له كمان عندنا the best place to buy a map is the tourist information center. السؤال الثالث في الامتحان هو سؤال comprehension قطعة فهم، نقرأ مع بعض الاول وبعدين نجاوب الاسئلة. once ذات مرة my uncle gave me a present، اداني هدية. it was a banana plant، كان نبات الموز. it came in a packet، جابهولي كده في عبوة. the instructions said that، التعليمات اللي على بابه بتقول if I planted it in a pot، لو انا زرعته في اناء and watered it regularly، وقعدت ارويه بانتظام it would grow، هيكبر. they also said، طبعا كلمة they هنا عايدة على الانستراكشن التعليمات. I would have tasty bananas، سوف احصل على bananas او موز لذيذ، بقى كلمة tasty معناها delicious لذيذ. my mother said bananas don't grow in England because it's cold، لكن ماما اعترضت قالت الموز لا ينمو في انجلترا لان الطقس في انجلترا بارد، والموز عاوز طقس يكون دافي شوية. I said، انا قلت لها but the instruction promised bananas، بس التعليمات بتقول ان في هتنمو شجرة الموز. when I opened the packet، لما فتحت العبوة the plant looked dead، dead يعني ميت، لان النبات شكله ميت، الشتلة ذات نفسها جاية اكنها ميتة. however ومع ذلك I planted it in a pot and water it، لكن برضو انا زرعتها في اناء وقعدت ارويها. to my surprise، هنا في مفاجأة بالنسبة لي، it grew and produced a few leaves، هو ليه منتهش هنا؟ لان هو الاول كان النبات يبدو ايه ديد ميت، لكن مع زرعه ورواه انتج few leaves او اوراق قليلة. as time passed، كلما مر الوقت it grew bigger، كان حجم النبات بيكبر. it was too big for my bedroom، حجم النبات اكبر مما ينفعش تحط في غرفة النوم بتاعتي. and it had to go to the kitchen، لان فين المطبخ. then it was too big and it had to go to the hall، كمان نقلناه بعد كده للصالة، كبر على المطبخ بقى اتحط في مكان اوسع شوية، اتحط في الصالة. I still have the plant today، بيقول انا ما زلت عندي هذا النبات حتى اليوم. but I still get my bananas from supermarket، لكن النبات ده ما طرحش خالص ولا ثمرة موز، انا ما زلت احصل على الموز اللي انا عاوزه من السوبر اي ماركت. اول سؤال why was the writer surprised، ليه كان مندهش الكاتب بتاع القطعة. when the plant started to grow، لما بدأ النبات يكبر، قلنا لانه بدأ ينتج اوراق وبدأ يكبر مع انه في الاول كان شكله ايه ميت. بالاجابة بتاعتنا because it grew and it produced leaves، لانه كبر وانتج اوراق. although بالرغم بقى ايه it looked dead at the first، كان يبدو ان هو ميت في البداية.
What was the opinion of the writer mother about bananas? إيه رأي الأم في قصة الموز ديت؟ قلنا عندنا She thought it wouldn't grow. قالت لن ينمو in cold weather في الطقس إيه البارد أو in England. Did the writer get any bananas from the plant? هل الكاتب بتاعنا حصل على أي موز من النبات دوت؟ و how do you know؟ عرفت إزاي؟ طبعا قلنا no because he still gets bananas from supermarket. لأنه لسه بيشتري البانانز منين؟ من السوبرماركت. What does the underlined pronoun they؟ قلنا عايدة على إيه كلمة they؟ Instructions. The underlined word tasty. قلنا معناها إيه يا شباب؟ delicious يعني لذيذ الطعم. نروح على سؤال الريدر بلاك بيوتي. أول جملة بلاك بيوتي طبعا هو أنقذ سكوير جوردون وجون مانلي عند الجسر. قلنا saved أنقذ both Mr. سكوير جوردون and Mr. جون مانلي. جو جرين الولد الصغير اللي كان عنده 14 سنة يبقى learned from his mistakes تعلم من أخطائه to become a very good A worker وأصبح عامل جيد. جينجر طبعا دي اللي بلاك بيوتي قال عليها ان هي كانت حصان رقيق جدا يبقى was a thoughtful horse حصان رقيق المشاعر. فارمر جريج من احسن الملاك للخيول يبقى gave healthy food to his A horses. روح على اسئله الكريتيكال ثينكينج. If you had a horse لو عندك حصان would you be kind or unkind to it تبقى انت معاه طيب ولا غير طيب مع الحصان؟ طبعا قلنا ايوه عشان في شعار كده في القصه بيقول ان الخيول ليست الات لكنها عندها مشاعر. قول له yes I would ايوه هعملها كويس because horses are not machines ليست الات and they have feelings عندهم مشاعر. Do you think that 14 is too young to learn to do jobs؟ هل سن 14 سنه سن صغير جدا عشان تتعلم وظيفه؟ وقول لنا ايه سبب رايك. طبعا احنا خدنا ان جون مانلي ابتدى يشتغل في هذا السن زي بالظبط جو جرين فقلت له هنا نو بيكوز جون مانلي ستارتد تو ورك ات ذا سيم ايج لان جون مانلي بدا العمل في هذا السن. واحد يقول لي لا هكتب يس ايوه سنه صغير بيكوز هي is just a boy لسه ولد ايه صغير او just a little boy ينفع كده وينفع كده. اهم حاجة الجرامر صح والسبيلنج ايه صح يا شباب. نروح على سؤال تشوز. نبيل موبايل فون is new is my friend. وخدت بالك انه ربط بين نبيل وموبايل ان موبايل ده ملك نبيل فانا عايز هنا ضمير بيدل على الملكية اللي هي كلمة ايه هوز يبقى نبيل الذي يملك موبايل جديد يعتبر ايه صديقي. Is an office for people who catch thieves. مكتب للناس اللي بتقبض على اللصوص. طبعا ده police station. I'd love to see that film. That says it's very fun. أنا نفسي أشوف الفيلم دوت لأن في حاجة بتقول إن الفيلم ده مضحك. اللي موجود عندنا بيقول المقالة النقدية اسمها review. A machine to keep your house clean. آلة بتساعد الحفاظ على المنزل نظيف اسمها إيه؟ vacuum cleaner اللي هو المكنسة الكهربائية. أما lawn mower ده آلة قص العشب. طبعا steamer اللي هي الباخرة. My mother should get a or an because she is the best mother in the world. أمي لازم تحصل على لأنها أحسن ست في الدنيا. طبعا تحصل على جائزة تشجيعية اسمها award. award يعني جائزة مكافأة تشجيعية أو جائزة تشجيعية. طبعا كلمة trophy يعني كاس وميدل يعني ميدالية وديجري يعني درجة علمية. Athletes اللي هم ألعاب اللاعبين الرياضيين can their muscles and breathing يقدروا يتحكموا في عضلاته في التنفس يبقى اسمها control اسمها ايه عندنا يا شباب control. السؤال الثالث او الثالث في الامتحان هو سؤال للرايت بيقيس عندك الجرامر. They cook eggs in a big pan هم بيطبخوا البيض في اناء كبير. اشتغل بكلمة R اتفقنا لما يجيب لي بره verb to be مش موجود في الجملة ده تحويل من active لباسيف من مبني للمعلوم إلى مبني لمجهول. بنقسم الجملة ثلاث أجزاء subject اللي هي they وفعل اللي هو cook verb وإيجز اللي هو الأوبجكت مفعول به. وأبدأ بإيه بالأوبجكت؟ أبدأ بكلمة X حط verb to be مناسب R تصريف ثالث cooked in a big pan يبقى eggs are cooked in a big A pan. سمير is not at home he has gone out. سمير مش في البيت ده خرج بره. اشتغل بكلمه كانت طبعا ده الدرس بتاع الاستنتاج. الاستنتاج اللي عندنا ان سمير مش في البيت هنشيل كلمه isn't نحط مكانها كانت يا شباب تمام كانت بي يبقى سمير كانت بي at home يبقى اللي عرفك he has gone out. It's necessary ضروري to get a passport to travel abroad. كنا خدنا ان كلمه it's necessary كل ده وحرف الجر تو بيساوي كلمه you must هنحذف كلمة it's necessary to حط مكانها you must get a passport to travel abroad. أما لو قلنا it's necessary for علي يبقى أقول علي must.
it's necessary for هبة، يبقى هبة must. روح على آخر سؤال في الامتحان، هو سؤال الرايتنج، 110 كلمة باراجراف عن a sport you like، لعبة رياضية بتحبها. I'm going to talk about a very important topic، هتكلم في موضوع مهم. Sports are very important in our life، الرياضة مهمة في حياتنا. كنا اتعلمنا ازاي نكتب باراجراف، في كده على القناة عندنا فيديو كامل how to write a paragraph او email. It makes us active، الرياضة تخلينا عندنا نشاط and fit، وعندنا لياقة بدنية. Doctors say، الأطباء بيقولوا that we should do sports regularly، علينا أن نؤدي الرياضة بانتظام. My favorite sport is football، الرياضة اللي عندي مفضلة كرة القدم. I play it with my friends، بلعب مع أصدقائي. I play it at school and in the club، بلعب في المدرسة أو النادي. I play it in، هنا كلمة in يا شباب، in my free time. My favorite team is الأهلي. I watch the matches in the stadium. My favorite player is محمد صلاح. He plays for Liverpool in England. He is a famous fantastic player، لاعب مشهور وعظيم جدا رائع. I watch his matches on TV with my family، اتفرج على مبارياته مع العائلة في التلفزيون. My parents، الوالدين، encourage، يعني بيشجعوني، to be like him، ان اكون زيه. I want to be a famous player، نفسي اكون لاعب مشهور one day. I want to play for the Egyptian national team، نفسي العب في منتخب مصر القومي in the World Cup، في كاس ايه العالم. كده يا شباب الحمد لله احنا خلصنا محافظة أسوان 2020 الترم الأول. اتمنى يكون فيه يا شباب استفادة من الفيديو، اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.